احنا نبدا النهارده الجزء اللي احنا هنتكلم عنه دوت هو الانواع الخاصه للخرسانه، تمام؟ والجزء ده المفروض هو مش عندك في التكست بوك بتاعنا، تمام؟ ف يعني ارجو ان انت تكون مركز جدا. دي انواع مختلفه من الخرسانه. احنا خدنا كل الجزء اللي احنا بنتكلم عليه دوت هو خرسانه اللي هي العاديه بتاعتنا، بيسموها تراديشنال كونكريت او نورمال كونكريت، او اللي هي الخرسانه اللي محتاجه ان انت تعمل عمليه الدمج بتاعك، تمام؟ طب في انواع تانية من الخرسانه؟ في انواع تانية من الخرسانه. واحده منها من السبيشال تايب اوف كونكريت، واللي هي برضو بتستخدم على نطاق واسع جدا، تمام كده؟ لو كانت بره مصر او جوه مصر فهي مهمه جدا، لان هي بتوفر لي في حاجات كتير، منها سيلف كومباكتنج كونكريت، ماشي؟ او خرسانه بيسموها بالعربي ذاتيه الدمج. محتاجين نبص بس على الفيديو ده يعني في البدايه عشان تبدا تشعر يعني ايه خرسانه ذاتيه الدمج. هو كل الحكايه بيصبها بس، هي بتاخد شكل الفورمه بتاعته من غير ما يعمل اي كومباكشن، من غير ما يابلاي اي اكسترنال فورس. هو ده الفرق بينه وبين التراديشنال كونكريت مينلي في عمليه الفريش بروبرتيز، تمام؟ فهو كل الحكايه بس بيفردها عشان هو الشوتينج ده ما بيقدرش يحركه، تمام؟ يعني الشوت ده اللي هو بينزل الكونكريت المفروض لو هي مثلا بامب بيكون في ماسوره فبيبدا يحركها يمين وشمال، بس هي مجرد بس ان هو بيصبها وبيبدا ان هو يفردها عنده في الفورمه بتاعته. في جزء منها، تمام؟ الفيديو دوت بيكون لو انا عندي ستيل كاميرا، بص هو بيصبها وهي ماشيه بتتخلل البارز بتاعتي وبتملى الفورم بالكامل. مش واضحه عشان النور؟ واضحه بالنسبه لكم؟ طيب يبقى عمليه الصب بتتم من وان اند، تمام؟ والخرسانه لوحدها بالفلوبيليتي بتاعتها او قابليتها للتشغيل العاليه بتقدر ان هي تعمل ايه؟ تملى الفورم وتدخل بين الاسياخ، تمام كده؟ الحديد، وتعمل ايه؟ تدمج نفسها تحت تاثير وزنها بس. مفيش اي تدخل، مفيش اي تدخل خارجي في العمليه دي، تمام؟ طيب نبدا ونقول طب ايه بقى السيلف كومباكتنج كونكريت؟ الكونكريت، نوع الكونكريت دي فيري فلوبل، ماشي؟ ونجاح الكونكريت دي مش بيعتمد بس زي الخرسانه العاديه، الخرسانه العاديه كنت بتقيمها بشويه تيستات بس، الموست كومن كان ايه؟ اللي هو الاسلام تيست او اختبار الهبوط، تمام؟ وده بتقدر تعمله في الموقع وسهل فبتقدر تقيم عليه. لا، ديت بقى الخرسانه ديت هي ليها كذا اختبار. نجاحها مش عمليه بس وقوام وهاردن بروبرتيز او اللي هي الخرسانه او الخصائص في الحاله لما تكون هي خلاص نشفت اللي هي الهاردنت بروبرتيز او الميكانيكال بروبرتيز، لا دي بتتطلب ان هي تنجح الاول في حاله الفريش ستيت بتاعتها، في حاله الخرسانه وهي طازجه، تعدي بالحدود اللي انا اقول الخرسانه ديت هي ناجحه كاس سي سي، خلاص احنا هنقول سيلف بدل ما نقول سيلف كومباكتنج او كونسوليديتنج كونكريت هنقول اس سي سي اختصار ليها طول المحاضره. فهي ديت بتعتمد، لا خلاص هي ناجحه واقدر استخدمها في ابلكيشنز كتير. طيب لما نقول الاول هي بتتكون من ايه؟ التراديشنال كونكريت انت عندك عادي خالص بتتكون من الاسمنت بتاعك والاجريجيت بتاعك والرمل والميه، ولو انت هتحط اي ادميكشرز اللي هي الووتر ريديوسر هي ديت اللي بستخدمها ان انا اعمل تراديشنال كونكريت، تمام؟ طيب ان انا بقى اعمل سيلف كومباكتنج كونكريت ايه اللي هيفرق؟ وكنت بحددها باللي هو الاسلام تيست ده، تمام؟ اللي خدناه مع دكتور حاتم في الجزء الاولاني. طيب هنا بقى بحدد ازاي؟ بتقابلني بقى مشاكل، تمام؟ ان انا بس كنت بقيمها باختبار الهبوط ده وكنت بضطر اعمل لها اكسترنال فورس عن طريق الفايبريتور، تمام؟ سواء كان ان انا بستخدم الرد في السامبلز الصغيره بتاعتي زي ما عملنا كيوبس في المعمل، او بستخدم فايبريتورز اللي هي ان انا بعمل كومباكشنز في الموقع زي ما احنا شايفين في الصور، تمام؟ بس كانت بتقابلني بقى مشاكل كتير في الحاجات اللي هي الابلكيشنز الخاصه اللي هي فيها هيفي رينفورسمنت. تقول لي تقدر تقول لي مثلا الاشكال ديت ازاي اطبق فيها القصه دي؟ ازاي ان انا استخدم خرسانه محتاجه ان انا انزل لها فايبريتور في وسط التسليح ده كله؟ استحاله ان انت تعرف تعمل كده. وبالتالي لو انت ما قدرتش تعمل كومباكشن او تعمل دمك كويس، ده بيخليك تعمل ايه؟ بيخليك ان انت تسيب فويدز او ايه، فراغات جوه الايه؟ الخرسانه بتاعتك، وبالتالي الخرسانه بتاعتك تعمل ايه؟
ما تقدرش تشيل الاحمال اللي انت مصمم عليها، لان اتفقنا ان انت لو سبت فراغ وزاد فراغ جوه كمان انت مش شايفه، في فراغات انت ممكن تشوفها من بره اللي هم بيسموها التعشيش والتسويس اللي في الخرسانه، بس في انواع الفراغات دي بتبقى جوه وانت مش شايفها. هتعتبر ان الكروس سكشن بتاع العمود مثلا 40 في 40 وليكن او 40 في 60 او اي كروس سكشن انت مصممه، بس هو في الحقيقه في سكشن من السكاشن في فجوه كبيره، الفجوه دي مقلله الافكتيف اريا اللي انت كنت حاسب عليها، وبالتالي هيتحمل لود اقل من اللي انت متوقعه. تمام؟ فدي كلها تعتبر تحديات ازاي ان انت تصب الاشكال ديت. فابتدوا يعملوا اللي هي السيلف كومباكتنج كونكريت ديت سنه 1980 في اليابان. زي ما بنقول هي مش حاجه جديده، ولكن محتاج ان انت مش كتير بيكون عندهم خبره في صناعه النوع الخرسانه دي. تمام؟ خاصه هنا في مصر احنا ممكن كتير ما بنستخدمهاش في ابلكيشنز كتير، وبالتالي المعرفه انت لما تاخدها مش هتبقى معرفه، يعني هتبقى معرفتك بيها لازم تقوى من خلال دراستك للجايد لاينز بتاعتها، مش لمجرد بس ان انت تعرف اه والله دي خرسانه فلوبل. طب واحد يقول لي طب ما انا بعمل النورمال كونكريت وممكن اعملها بفلوبلتي عاليه قوي. تمام، بس ان انت تعملها بفلوبلتي عاليه وتجيب هبوط كبير ده لا يعني ان هي بقت اس سي سي. تمام؟ لا، ده انا بحتاج لها ادميكشرز من نوع خاص. تمام؟ فهي تم ان هي في 1980 كانت في اليابان، واتعمل بيها ابلكيشنز كتير منها كباري اتثبت، وبالتالي ان هي مش حاجه جديده. وسنه وبعد كده تم انتشارها في بقيه العالم. تمام؟ وفي امريكا بتستخدم، ونورث امريكا بتستخدم في ابلكيشنز كتير جدا. تمام؟ طب ايه هي برضو الاي سي 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 لغايه دلوقتي ان احنا عارفينها؟ زي ما شفنا في الصور، كل دي صور بتوريك ان الاي سي 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 هي مش محتاجه اي اكسترنال فورس، مش محتاجه اي كومباكشنز، هي مجرد ان انت بتبدا تصبها هي بتاخد شكل الفورمه بتاعك من غير اي ما تتدخل انت اي تدخل خارجي. لو ما عملتش كده ما تصبحش اي سي سي سي. تمام؟ ولو ما عملتش كده يبقى انت الخلطه بتاعتك مش ناجحه، وبالتالي مش هتقدر تستخدمها في ابلكيشن زي الابلكيشنز اللي احنا بنشوفها اللي فيها تسليح عنيف زي ما احنا شفنا. طب هي بيعرفوها ايه؟ هي بيقول لك ان التعريف ان هي سبيشال تايب من الكونكريت ديت اللي هي قادره تفلو، يعني تمشي تموف ماشي، وتدمج نفسها تحت تاثير وزنها من غير اي تدخل ايه؟ اي تدخل خارجي اللي هو بيسموه الفايبريشن او اي اكسترنال فورس. هو ده التعريف البسيط جدا بتاع الاس سي سي. طب ايه الادفانتج بتاعتها؟ الادفانتج بتاعتها بكل بساطه هو انا لو عندي اصلا خرسانه مش محتاج ادمجها، تمام، وهي سهله ان هي تفلو اندر الاون ويب بتاعها وتكومباكت نفسها كمان، يعني تدمج نفسها، فده مش بيسرع لي الريت بتاع الصب بتاعي، ادي ميزه. طيب لو انا برضو عندي كل المميزات دي، طب ما في جزء اللي هو العمال او اللي كانوا شغالين في عمليه الكومباكشنز ديت ما بقوش موجودين، يبقى انا وفرت عماله. تمام؟ ده مش وفرت عماله كمان، ده انا زودت السيفتي في الموقع لسبب ان كان عشان يتحرك في التسليح العنيف دوت من مكان للتاني ويعمل الكومباكشنز ديت كان ممكن يعرضه لمخاطر، ان يكعبل في سيخ، ان يقع مش عارف فين، وبالتالي انت زودت السيفتي بتاعتك. خلاص؟ طيب النويز ولا او الضوضاء اللي كانت بتتم نتيجه عمليه الدمب والكومباكشنز والكلام دي ما بقتش موجوده، وبالتالي انت عملت ايه؟ نويز اقل. الخرسانه دي كمان الفينشنج بتاعها زي ما احنا شفنا عشان هي فلوبل بتدي فينشنج للسيرفيس ممتاز من غير برضو ما انا ابلاي اي او احتاج عماله تعمل القصه دي. تمام؟ يبقى دي كلها مميزات انا ممكن يعني استغلها او احصل عليها نتيجه ان انا استخدمت الاي سي سي سي، ونتيجه ان هي فيري فلوبل، ونتيجه ان هي بتكومباكت نفسها كويس جدا، وبالتالي هي قادره ان تقلل الفراغات بشكل كبير اللي في نفسها، وبالتالي انا تقدر تديني ايه؟ خرسانه دنس، خرسانه ديورابل، اكتر ديورابيلتي. ليه؟ لاني قللت الفراغات اللي جواها دي، فيري فلوبل. تمام كده؟ وبالتالي احنا قلنا الديورابيلتي ديت بتعني ايه؟ بتعني ان الخرسانه تقدر تحمي نفسها وتحمي الحديد المدفون فيها. تمام؟ كل ده ممكن احصل عليه لو انا قدرت اعمل اللي هي الاي سي 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 بشكل ناجح. طيب شفنا المكونات اللي كانت الاساسيه بتاعتنا بتاعه الخرسانه العاديه. طب بالنسبه للخرسانه بقى اللي هي ذاتيه الدمج، انا بستخدم لها ايه؟ هي نفس الكلام، الاسمنت بتاعي، الكورس اجريجيت بتاعي، الرمل. هنا بقى بدخل حاجه اسمها سبلمنتري سيمنتيشس ماتيريال اللي هي ايه؟
اللي هي اللي احنا خدناها زي الفلاي اش، سيليكا فيوم، ميتا كاولين، سلاج اللي هي خدناها زي اللي هي رماد الفحم المتطاير وغبار السيليكا، والميتا كاولين ديت هي كلي بيضة، تمام؟ يعني دي طينة بيضة اصلها، زي السلاج اللي بيخرج من اللي هو خبث الافران، تمام؟ من الباودر. طب ليه انا بدخلهم؟ بدخلهم هنا لان انا محتاج عشان اعمل الاس سي سي بشكلها الفلوبل ده، انا محتاج ان انا ازود البيست بتاعتي، العجينة بتاعتي، فعشان ما ادخلش ان انا اعدي الليمت واعمل اسمنتات بزيادة بقيمة زيادة عن الليمت بتاعي، وادخل في مشاكل التغيرات الحجمية بتاعة الاسمنت، ببدأ اعمل بايندر كونتنت كبير، بس ايه؟ مكون الاسمنت فيه اقل من الليمت، والباقي بكونه بالايه؟ بالمنتجات التانية بتاعتي اللي انا بقول عليها السبليمنتري سيمنتيشس ماتيريال، اللي هي البايندرز التانية اللي زي ما اتفقنا ان هي زي الميتا كارن والسلاج والسيليكا فيوم والفلاي اش. يعني مثلا ممكن تقدر تحط اسمنت و250 الحاجات التانية اللي هي خارجة اصلا ويست ماتيريالز، معظمها خارجة من اندستري قبل كده، زي السلاج وزي الفلاي اش وزي السيليكا فيوم، دي الحاجات مخلفات صناعية. يبقى انا عملت حاجتين، قللت استخدمت بايندر كتير، فعملت المورتر اللي هي اتفقنا اللي هي اللوبريكانت اللي في الموضوع اللي هي هتاخد البارتيكلز وتسافر بيها، تمام؟ وعملت ايه؟ ما استخدمتهاش كلها اسمنت، لا ده انا قلت ان انا هستخدم كميه عشان البايندر كبير، وممكن لو استخدمتها كلها اسمنت ادخل في مشاكل التغيرات الحجميه بتاعت الاسمنت، لا انا هستخدم اسمنت الجزء المسموح به، وهعمل ريبليسمنت الباقي البايندر كونتنت بالحاجات اللي هي المخلفات الصناعيه اللي اتفقنا عليها، اللي هي ليها رياكتيفيتي عالي، بترتيب الرياكتيفيتي بتاعتها عشان تثبت في ذهنك. عندك الميتا كارن والسيلكا فيوم دولت هاي بزولانيك رياكتيف ماتيريالز، يعني دولت ممكن استخدمهم ان هم يحسنوا لي المقاومه. فلاي اش وسلاج، يمكن فلاي اش هو قال لهم خاصه اللي هو كلاس اف منه، تمام؟ والسلاج يليه، دولت تاثيرهم على السترينث ده الترتيب بتاعهم، سيلكا فيوم وميتا كارن يليهم السلاج يليهم الفلاي اش. الفلاي اش يمكن في بعض الاحيان يا ما بيزودش يا بالعكس بيقلل استخدام دوز كبيره او كونتنت كبيره منه، تمام؟ وبالتالي يبقى انا لازم اعرف السبلمنتري سيمنتيشس ماتيريال بتاعتي هي ازاي بتزود وازاي بتنقص، وايه البروبرتي اللي بتزوده وايه البروبرتي اللي بتنقصه. فعشان تكون عارف عندك، لو احنا قلنا ان انت عندك الميتا كاولين اللي هو ام كي، سيليكا فيوم، سلاج، فلاي اش، تاني ميتا كاولين، سيليكا فيوم، سلاج، فلاي اش، ودي الرموز بتاعتهم اللي هنتكلم عليهم كل مرة. في السترينث لو انت عندك سترينث وعندك هنسميه، او بلاش سترينث، خلينا نسميه الهاردن ستيت، الفريش ستيت الاول، وهي الخرسانة فريش وهي الخرسانة هاردن. طيب تأثير الميتا كاولين ايه؟ الميتا كاولين بيعمل ايه في الفريش بروبرتيز؟ انا بقول لك ان اصله طينة، يبقى انا متوقع ان يعمل ايه؟ هو وايت كلاي الاصل بتاعه، يبقى انا متوقع ان يعمل ايه؟ الطينة بتعمل ايه؟ بتقلل الوركابيلتي. تخيل طينة بتضيفلها فبتمتص المية فبتقلل لك الوركابيلتي، بس معنى ان تقلل الوركابيلتي فهي بتعمل حاجتين، في حاجة اسمها فلوابيلتي وفي حاجة اسمها فيسكوسيتي، يعني في حاجة اسمها اللزوجة والفلوبيليتي، دي ان هي تفلو، ان هي تقدر ان هي تمشي، تمام؟ فلوبيليتي بتعمل لها ايه؟ بتقللها، عكسها تماما تزود الفيسكوسيتي. يعني ايه الفيسكوسيتي؟ يعني اللزوجة بتاعة السائل بتاعك مية وعسل، من اكتر لزوجة العسل، وبالتالي لو انت جبت حبيبات وحطيتها في قلب الميه ايه اللي هيحصل؟
لو هي كثافتها اقل من كثافه الميه هتنزل تحت. بس العسل بيعمل ايه؟ العسل بيقدر يعمل حاجه اسمها بارتيكل سسبنشن، ان هو يعلق الحبيبات. فمثال بسيط، لو انت جبت شويه سوداني وحطيتهم في الميه هيسقطوا تحت، بس لو حطيتهم في العسل هتلاقيهم متعلقين، هينزلوا شويه ويتعلقوا. دي حاجه اسمها بارتيكل سسبنشن، تمام؟ فالميتاكاولين ده بيقللك الفلوبيلتي صحيح، بس بيزود الفيسكوستي. فبيعمل ايه في الميكس؟ بيخليها ان هي قادره ان هي تشيل البارتيكلز احسن. المورتر قادره ان هي تشيل البارتيكلز احسن، بس ايه؟ الفلوبيلتي بتاعتها قلت، اللي هي حركتها قلت، تمام؟ طيب قلنا ان هو اصلا في الهاردن ستيت هي بوزولانيك رياكتيف ماتيريال، يعني الرياكتيفيتي بتاعتها عاليه، فهتعمل لك ايه في الميكانيكال بروبرتيز؟ هتزوده، تمام؟ يليها السيليكا فيوم. السيليكا فيوم مش اصله كلي، السيليكا فيوم مساحته السطحيه اللي كبيره جدا، فيعمل ايه في الفلوبيلتي؟ مساحه سطحيه كبيره، بايندر بمساحه سطحيه كبيره يعمل ايه؟ يقللها، تمام؟ برضو ويزود الفيسكوسيتي عكسها تماما، ودي هاي بوزولانيك رياكتيف ماتيريال فيزود الاسترينس بتاعك او البروبرتيز في حاله الهاردن ستيت. نيجي للسلاج. السلاج نيوترال، تمام؟ في بعض الناس بحثوا موضوع السلاج ولقوا ان هو بيزود، في بعضهم ما بيأثرش تأثير عنيف، يعني ما بيزودش كتير، ممكن يزود 2-3 ميجا باسكال، تمام؟ ما بيقللش، خلاص؟ بس في انواع منه معظمها الناس قالت ان هو بوزيتيف افكت. هنا نيوترال زي الاسمنت، تمام؟ ما بيأثرش على الفريش ستيت قوي، بس على الهاردن ستيت هو بوزيتيف. لما كانش نيجاتيف هو بوزيتيف، او اسف لما كانش بيأثر فهو بوزيتيف، يعني ما بيأثرش على حسب الدوز. خلي بالك الريبليسمنت بتفرق، يعني في ناس تعمل ريبليسمنت 10% 20% 30% من البايندر كونتنت. يعني انا لو عندي 400 ممكن احط 360 اسمنت و40 سلاج، كده انا دخلت فيه نسبه ايه؟ 10% ريبليسمنت من الوزن. ممكن ادخل 20% ريبليسمنت 30% ريبليسمنت، فكل حاجه ليها كيرف بيزيد ويقل. يعني ممكن الاوبتيمال ريبليسمنت للسلاج يقول لك مثلا 30%، انا لقيتها 30%، غيري ممكن 25%، فهي بتتراوح بين 25 ل 30%. دي احسن نسبه. بعد كده بيدي نيجاتيف، بعد كده او مش نيجاتيف، يعني البيك بتاعته عند 25 ل 30، قبليها اقل وبعديها اقل، تمام؟ طيب الميتاكاولين من 15 ل 20% ده الاوبتيمال برسنتج بتاعته. السيليكا فيوم من 8 ل 15%. فلاي اش بقى خاصة كلاس، هو ليه 2 كلاسز، واحد سي واحد اف. الموست كومن اللي الناس يعني بتستخدمه او المنتشر قوي اف، واف 8 هو نيجاتيف افكت على الهاردن بروبرتيز، بس هو لاني حبيباته مدوره، تمام؟ فده بيديني فلوبيلتي اعلى، فهو ميزته ان هم بيستخدموه ان يحسن الفلوبيلتي، وده بيقلل وفي معظم الاحيان بيقلل خاصه اف منه كلاس اف. لا لا لغايه دلوقتي انا بدخل لك، بس عشان احنا لما خدنا تراديشنال كونكريت ما اتكلمناش بشكل بايندرز. من غير ده، من غير الهاي رينج ووتر ريديوسر، كل المكونات دي تقدر تدخل في تراديشنال كونكريت عادي خالص، يعني دي تقدر تستخدمها عادي في الخرسانه العاديه. انا لسه ما دخلتش ان هي هتعمل ايه، بس انا بقول لك ده تاثيرها على الخرسانه في العموم، سواء اس سي سي سواء خرسانه عاديه. بس يمكن الخرسانه الاس سي العاديه ما فيهاش ترم الفيسكوستي قوي، مش ما فيهاش الترم، بس يعني انا ما بقيس الفيسكوستي بتاعتها بنفس او نفس اهميه الاس سي سي او الفلوبيلتي بتاعتها. انا بقيس سلام، وده ترم مختلف بين الاسلام والفلوبيلتي. اسلام ان هو الكون بتاعك بيحصل له هبوط، فبتقيس قيمه الهبوط بتاعتك. لا الفلوبيلتي دي حاجه زي ما شفناها كده في الفيديو،
تمام؟ هي قد ايه فلوبل؟ هي بتسافر بالبارتكلز بتاعتها، بتمشي بالبارتكلز بتاعتها. تمام؟ اللي انا كاتبه بشكل كبير بركز على الاس سي سي، بس لو سالتني هي ديت ما اقدرش استخدمهم من الحاجات دي في الخرسانه العاديه؟ لا هتستخدمهم عادي في الخرسانه العاديه. ماشي، يعني الحاجات دي بتقللي، صح، على الاس سي سي، كان قصدي على الاس سي سي، بتقلل الفلوبيليتي، وبالتالي الفلوبيليتي معناها ايه؟ هنشوف في الاختبارات بتاعتنا، بس حركتها الفلو بتاعها بيقل. تمام؟ يعني بدل تعرف الكون هتلاقيك بترفعه، هينزل الخرسانه بقى بتاعتنا ديت لا بتفرش دايره كده، فبتلمت القطر بتاع الدايره دي، فقلت الفلوبيليتي كده. لا دي ناجحه، انا موريك خلطات ناجحه من البدايه، يعني فاهمني انا قصدي ايه؟ يعني دي حاجات بتتصب، فهي معديه من كل مراحل ان هي تسقط. لا دي ناجحه، دي خلطه ناجحه، وبيوريك الفيديو ان الاس سي ازاي بتدمج تحت تاثير وزنها. انت شفت الحركه بتاعتها ديت؟ شفت الحركه بتاعتها اللي انا كنت بوريها لك في الفيديو اللي هي بتصب؟ ماشي، دي بتتطلب حاجتين، بتتطلب ان ليها فلوبيليتي كفايه ان هي تمشي الحركه اللي انت شايفها دي، وليها فيسكوسيتي كفايه ان هي تشيل البارتكلز. ما ممكن لو انت عملت واحده فلوبل جدا ماشي من غير ما يكون ليها اي فيسكوسيتي هتسيب البارتكلز والمونه نفسها اللي هتمشي بس، صح ولا لا؟ بس انت عايزها تعمل ايه؟ تاخد البارتكلز دي وتسافر بيهم، تتحرك بيهم عشان تحصل على الكومبوزيت بتاعك، مظبوط كده ولا لا؟ وبالتالي انت لازم يعني ما تسبقش الاحداث، احنا هنقول دلوقتي في التجارب انت لازم تحقق ايه. انا بشرح لك بس الكونسبت، معنى ان هي تقلل مش بتخليها زيرو. انا بقول لك يعني ايه التاثير، ان انا لو ضفت شويه، لو انت ضفت شويه مثلا حاجه مكون في 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 في, في الاكل مثلا ملح، هل هو بيلجح حاجه؟ لا، انت بتزود حاجه عايز تحصل على طعم معين، مظبوط؟ هنا بتحصل على نفس الكلام، بتزود مكون معاك، عندك تولز اللي انت هتعمل بيها البرودكشن او تديفلوب بيها الاس سي سي، التولز ديت انت عايز تتحرك من خلالهم ان تعمل خلطه ناجحه. تمام؟ فانا بديك، لو انت مهتم بالثرينس قوي فانت هتبص على دولت، ماشي، بس دولت ليهم تاثير سلبي على الفريش ستيت، والفريش ستيت دي قلت لك دي كي فاكتور، دي جوفرن في الاس سي سي، ما ينفعش تعمل اس سي سي من غير ما تنجح في حاله الفريش. تمام؟ وبالتالي انت تملي بتعمل حاجه بالانسد، حاجه سترينس انا عايزه اوكي مع تحقيق الاشتراطات بتاعه الاس سي سي بتاعتي. تمام؟ فانا بديك بشرح لك التولز دلوقتي كل واحده بتعمل ايه، لما ندخل بقى هتعرف تستخدمهم ازاي. تمام؟ في اي اسئله في الحاجات دي؟ لا ليه؟ لا لا لا، الحاجات دي حاجه مختلفه تماما، ده بايندر كونتنت خارج اللي هو اللي بيسموه خبث الافران، اللي هو الخبث اللي هو البلاست فرنس لاج. تمام؟ وده بيكون بايندر، ده مختلف تماما عن اللي انت بتتكلم عليه. تمام؟ الفلوبيليتي هي الوركابيليتي في الليفل الاعلى. يعني الليفل الاعلى ايه؟ ان هي مش سلام. تملي احنا بنطلق كلمه وركابيليتي، الوركابيليتي تنفع كجنرال، بس يعني تملي بنطلق على الوركابيليتي على اختبار الاسلام اللي انت بتشوفه ده. تمام؟ فلوبيليتي بقى انت عايز فلو، جايه من فلو، يعني انت عايز تشوف سريان حاجه. ده ما بيتحققش في التراديشنال كونكريت بتاعتي. يضيف عليهم بقى الحاجه الاهم الهاي رينج ووتر ريديوسر. انا بستخدم هنا اضافات بقى اللي هي السوبر بلاستايزر، اللي هي الهاي رينج ووتر ريديوسرز اللي بتقلل لي الميه بشكل كبير، وهي بتزود لي الفلوبيليتي بشكل عنيف، يعني لنفس كميه الميه اللي بستخدمها لما اضيف الاضافات ديت هي اللي بحصل عليها الفلوبيليتي بتاعت الاس سي سي. صعب جدا ان انا احققها بالووتر ريديوسرز العاديه. خلاص؟ فديت اللي هي اضافات اللي هي فائقه اللي هي السوبر بلاستايزر، فائقه الاداء اكتر من الايه؟ الووتر ريديوسرز اللي احنا كنا بنستخدمها في تراديشنال كونكريت. تمام؟ في تراديشنال كونكريت لو انت استخدمت الووتر ريديوسرز احتمال بشكل كبير ان انت تاوفر دوز الكيميكال ديت من غير ما توصل لان انت تحقق الاي سي سي سي. طيب بالنسبه للسمال اللي هو الفلاي اش، لا قلت لك الفلاي اش عاده انت بـ بـ بتحافظ ان هو ما قللكش الثرينس قوي، بس هو معظمه تاثيره نيجاتيف على الثرينس، بس انت فلويد فمالوش اوبتيمال، ده مال الاوبتيمال بتحدد بتاثيره على الميكانيكال مش تاثيره على البتاع.
بس مثلا على سبيل المثال انت ما تقدرش تزود اكتر، مش ما تقدرش تزود، ممكن تزود اكتر من على 25% ميتا كالوري، بس بعد كده مش هتقدر. ليه؟ لان هو بيابزورب الميه بشكل كبير قوي، تمام كده، فبيقلل لك الوركابيلتي بشكل او الفلوبيلتي بشكل كبير قوي، فانت هتوفر دوز كده الهاي رينج ووتر ريديوسر. يعني عاده الخلطات بعد 25 تبقى صعب جدا ان انت ايه تعملها بالليميتس المعينه، ولو زودت الهاي رينج ووتر ريديوسر قوي ممكن الخلطه ما توصلش للسيتنج بتاعها، ماشي؟ يعني ممكن ما توصلش، مش تتاخر، ممكن ما توصلش، يعني تبوظ لدرجه ان ما توصلش، تمام؟ فانت الاوبتيمال بتاعها ده انا بقول لك تملي بتحدد بده. يعني ايه؟ لقوا ان السلكه فيهم بعد ال 15 ما بيزودش، ممكن يقلل كمان، مش يقلل عن زيرو سلكه فيهم، لا يعني البيك بتاعه بين ده، بعد كده يبدا تاثيره يبقى ايه؟ مش بوزيتيف، او بوزيتيف بس متناقص، يعني يقل، اللي هو الكيرف كده. فاهمني؟ يعني ممكن 18 يجيب احسن من صفر سلكه فيهم، بس اقل بين 8 و 15. 8 و 15 ديت اختلفوا عليها الناس، يعني في واحد قال لك الاوبتيمال بتاعي 8، واحد قال لك الاوبتيمال بتاعي 10، 12، 15، ده بيتوقف عليه، بيتوقف على تركيبه السلكه فيهم نفسه. خلي بالك ان كل الماتيريالز بتختلف من مكان للتاني بسبب اختلاف الميكشر كومبوزيشن بتاعه، الكيميكال كومبوزيشن بتاع البايندر ده. فانت لو رحت على سبيل المثال للميتا كاولين وعملت له تحليل كيميائي هنا هيطلع مكوناته مثلا غير لما تعمله مثلا في كندا، غير لما تعمله في حته ثانيه. وبالتالي وده طبعا بيأثر على الرياكتيفيتي بتاعته، يعني واحد يقول لك ايه؟ لا عندنا مثلا الميتا كاولين مش قوي، واحد يقول لك ده في كندا ده قوي جدا، ليه؟ لان هنا يعني احنا قلنا الاسمنت زي ما بيأثر عليه درجه الطحن ونعومه الاسمنت والحرق والحاجات دي كلها والكيميكال كومبوزيشنز برضو بتاعته، هنا بيأثر برضو على البايندر نفس الحكايه. تمام؟ الكيميكال كومبوزيشنز بتاعته. هنا بيقول لك ده الشكل بتاعهم، ماشي؟ الاندر سكاننج الكترونيك مايكروسكوب، والشكل العادي اللي انت بتشوفه بعينك، الالوان بتاعته زي ما احنا عارفين الاسمنت شكله ايه. السلاج بيميل للبياض في يعني هو ابيض في معظم الحالات بتاعته، السيليكا فيوم اسود، اوكي؟ والميتا كاولين ده بيكون لونه بيميل شويه للبينك، يعني ابيض بيميل للبينك شويه كده. تمام؟ اول حاجه، اول تيست انا مهتم بيه اعرفه هو السلامب فلو تيست بتاع البتاع ده، بتاع الميكس بتاعتي. احنا زي ما احنا شايفين هي بتفرش ازاي اصلا، اوكي؟ فهنشوف فيديو خفيف كده ونرجع ليها. ده فيديو، ماشي، من اليوتيوب عادي بيتكلم ازاي كل الحكايه عشان بس نشوف هو عمل ايه. جاب الكون بتاع العادي خالص، واضح في الشاشه الشكل؟ تمام. هو جاب الكون العادي اللي انت عملت بيه الاسلام، اوكي، اللي اوله 10 واخره 20 وهو ارتفاعه 30، تمام، ورفعه بشكل قياسي، بس هو بيرفعه كان على بليت صاب اللي هو البليت اللي انت بترفع عليه ده العادي خالص، بس رسم اقطار مسطره اهي زي ما انت شايفها. اول قطر قبله هو 500 مللي، اول قطر قبله هو 500 مللي. طب ده ليه دلاله؟ اه، بيخرج من التيست ده بحاجتين، بديامتر وتايم. يبقى بيحدد التيست ده نجاحه بحاجتين، ديامتر وتايم. التايم ده بيسميه تي 50 او تي 500، يعني ايه التايم اللي خدته الخرسانه من ان هي تتحول من قطر اللي هو القطر القاعده بتاع الكون بتاعك اللي هو 20 لغايه لما توصل لقطر 50، تمام؟ يبقى انا عندي البليت بتاعي اهو رسم دايره، الدايره دي قطرها 50، يعني انت لو خدت كده او 500 مللي، 50 سنتي او 500 مللي، 500 مللي. واصلا الكون بتاعك قد ايه من تحت؟ في السنتر بتاع الدايره 20. التايم اللي هتفرش فيه الخرسانه من القاعده دي توصل لل 50 بيسجله ويسميه تي 500، تمام؟ ويسيب الخرسانه براحتها بقى لغايه لما تقف. فيعمل التيست كده نشوفه مع بعض. كل الحكايه رفعها وهي فردت زي ما انتم شايفين، تمام؟ ساعات كتير ده يسموه ان هو سريعه جدا، تمام؟ فهي مش احسن حاجه ان هي برضو تبقى سريعه قوي، اوكي؟ ففي التيست ده هو عمله على المهل خالص بيملى،
مش محتاج يعمل كومباكشن اللي هي الرودنج بتاعك اللي هو 25 مره كل مره والحاجات ديت او كل طبقه بيمليها بس كده، ما بيتدخلش اي تدخل فيها غير ان هو يمليها. وبعد ما بيوصل بيليفل السيرفيس بتاعه وبعد كده يرفع الكون ويشوف قد ايه. اول حاجه بيشغل الستوب ووتش بتاعه يقول له ارفع، فيشغل الستوب ووتش بتاعه ويوقفه. اول ما الخرسانه تلمس او توصل ان افريج كل اطرافها لديامتر 500 مللي. بيكون راسم، هو خط خفيف قوي بس هو راسم دايره بالديامتر اللي هو 500. بينظف كويس جدا البليت بحيث ان ما يكونش اي حاجه تعيق بالظبط حركه الخرسانه فتقلل على الديامتر اللي هو هيقيسه. وبيرفع بشكل عمودي ويسيب الخرسانه تفلو. هو كده مشغل الستوب واتش بتاعه، اول ما توصل يلمس اطرافها 500 يروح موقف الستوب واتش بتاعته ويسجل عنده ان دي تي 500 او تي 50. ماشي. بعد كده بانتهاء التيست ده بيكون قدامه الشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب احنا شايفين ايه في الشكل ده بقى؟ شايفين في الشكل ده البارتيكلز متوزعه بشكل منتظم، مش لاقي الاجريجيت محشور هنا والباقي كله مورتر، لا الاجريجيت بشكل منتظم. فده يعني ان هي هحصل على ايه؟ حاجه هوموجينيوس، مش لاقي في الاطراف مونه زي ميه سايله كده حوالين الاطراف، وده يعني ان في درجه من الايه؟ تلاصق ما بين المونه كويس جدا وما بين الاجريجيت، ودرجه اقل كبيره من سيجريجيشن لان ما حصلش انفصال ما بين المورتر، او حصل ان يكون جزء وصول ميه هنا بمورتر. معنى كده ان انت عندك ايه الكونتنت بتاع اللي انت حطيته او الهاي رينج ووتر ريديوسر اللي انت حطيته، فانت بتوفر دوز فبيحصل شكل من الاشكال الايه الانفصال الحبيب او السجريجيشن. تمام. طيب بياخد قطر اي قطر وينقي العمودي عليه وياخد افريج، فهي مش صعبه الحكايه دي. يروح بعد ما فرشت الكونكريت بالشكل ده ياخد دي 1 وعمودي عليه دي 2 ويبقى الدي بتاعتك بتاعه السلامب تيست بتساوي دي 1 زائد دي 2 على الاثنين، وهو مسجل معاه تي 5 او تي 50 او تي 500. يبقى هو خد قرايتين من الايه من الاختبار ده، هيروح يقارنهم بالستاندرد بتاعته. تمام. في اي سؤال هنا؟ تمام. خد دي 1 خد دي 2 قسمهم على 2 وعايز يجيب افريج للدايره اللي عندك. لا خلاص ال 500 دي انساها، ال 500 دي ما بقتش معانا. وانس ان انا جبت قرايه التايم ده خلاص ال 500 دي مساحه انا مش عايزها ومش هشوفها خلاص، دي تحت الكونكريت. في النهايه لما بسيب الخرسانه تقف، الخرسانه مفروده كده زي الدايره صح؟ عايز اجيب قطر الدايره دي، فباخد قطرين واخد الافرج بتاعهم بس. باخد دي 1 زائد دي 2 على 2. وتي 50 دي انا مسجلها عندي. يجي يقول لك بقى ان هي كلاسز. كلاس الاولاني منها بيسميه اس اف 1 من سلامب فلو 1. وديت من 550 ل 650، يعني الافرج دايمتر ده بيتراوح فيها من 550 ل 650 باعتبارها ان هي اس اف 1. طيب اس اف 2 من 600 ل 750، اس اف 3 اخر كلاس فيها من 760 ل 850، يعني معناها ان هي فرجت افريج 850. طب التي 50 اقل من ثانيتين ولا اكتر من ثانيتين؟ تمام. يبقى هو التايم بيقارنه بيشوف هو اقل من ثانيتين ولا اكتر من ثانيتين، ويشوفها في انهي كلاس من دول. ده بيحدد ايه؟ بيحدد الابلكيشن اللي انا هستخدمه فيها.
وبيحدد هي ايه السلوك بتاعها برضو في مرحله الفريش ستيت او المرحله اللي هي الخرسانه اللي لسه بيسموها الطازجه دي. اوكي مع المحاضره ده هنا ده عندك بيكون الاختبار الثاني ان بيقيس الفيلنج ابيليتي او الفلوابيليتي برضو معاك تمام في نفس الوقت. ده عباره عن ايه؟ عباره بيسموه في فانل تيست. هو فانل في ماشي ليه ثيكنس اوكي بتملى فيه الخرسانه وفي جيت من تحت بتكون قافل الجيت دي بتملى الخرسانه تحت تاثير وزنها تمام وتفتح الجيت ديت وانت مشغل الستوب ووتش. التايم اللي بياخده الفي فانل ده او الفانل ده ان هو يفضى هو بيسميه في اف. وده تيست بيعبر هي ازاي قدرتها ان هي تفلو اولا وتفلو من ليميتد اوبننج. يعني انت عندك الفي عامل كده بالشكل ده وفي ده جيت فهي في ليميتد اوبننج كل الاريا دي او كل الفوليوم ده هيروح من خلال الفتحه الصغيره دي. دي برضو لازم تاخد بالك منها ان التيست ده ممكن يحصل فيه مشاكل كتير جدا. اوكي ليه؟ عشان الفتحه صغيره لو انا استخدمت كورس اجريج كتير هيبلوك هنا ويمنع الفلو صح فيزود التايم. فالتايم ده بيعتمد على المكونات بتاعه الخلطه بتاعتك. طيب لو انا معايا كورس تو فاين اجريجيت من مصلحتي في الاس سي سي استخدمه كبير ولا صغير الريشيو دي ايه مصلحتي؟ هل الفايده ان هاخدها كل ما ازود ولا كل ما اقلل؟ ليه بقى؟ بالظبط كورس اجريجيت كتير معناه ان بارتيكلز وخاصه لو هو انجلر الانجلر دوت اللي هو الزاوي ده بيعمل ايه؟ بيعمل فريكشن عالي تمام؟ فيحصل ايه؟ في السلامب اولا هيضعف لي الحركه لو هو مدور كل ما يكون مدور هيجري فيزود لي الدايمتر كل ما يكون زاوي ماشي وخشن كل ما يعمل ايه؟ هيحتك ببعضه فيلمت القطر ده يقلله ما عندوش الفكره ان هو بتاعت راوندد ان هو يجري تمام؟ طيب كل ما يزيد كميه الكورس اجريجيت كل ما يحصل ايه؟ كل ما البارتكلز سواء هي مدوره سواء هي بتاع كل ما البارتكلز اللي هي ممكن يكون فيها فريكشن ببعضيها اكتر كل ما بعمل ايه؟ وتاني حاجه في الحاجات اللي هي ليميتد اوبننج ديت التستات اللي فيها ليميتد اوبننج هيحصل ايه؟ بالظبط ممكن تبلوك ممكن تبلوك والبلوكج ده يعمل ايه؟ يخلي لك الفي فانل ده الى ما لا نهايه تمام؟ فممكن تبلوك وتخلي لك الفي فانل ده ممكن تقف كده وهي خلاص ما نزلتش الاجريجيت اتحشر وانت مش عارف خلاص مش هتعرف تقيس في فانل التست ده يعتبر سقط خلاص. يبقى انا محتاج كورس تو فاين اجريجيت ريشيو ديت ان هي تقل. طب تقل بقد ايه؟ ما خلي بالك ما انا بقلل عنصر قوي اللي هو الكورس اجريجيت مش احنا اتفقنا الكونكريت دي كومبوزيت ومنها الكورس اجريجيت ده حاجه قويه فانا عمال اقللها تمام فمش من مصلحتي ان انا اقللها تمام بشكل كبير وبالتالي لازم يبقى فيه اوبتيمال. اوكي في الاس سي سي عاده بتتقول لواحد يعني الناس بتستخدمها من 0.7 لغايه واحد مثلا ممكن 1.1 ما تقدرش تزيد عن كده 1.2 بعد كده بقى يحصل لك مشاكل كتير في صناعه الاس سي سي. انا مثلا لما جيت عملت اي سي سي كنت في مكان الكورس اجريجيت كله كان كسر جرانيت فكسر جرانيت دوت هو خشن وزاوي وفي مشاكل كتير ما قدرتش ازود عن 0.7. في ناس ممكن تستخدم 0.65 بس انا كنت ايه من مصلحتي ان انا استخدم اكتر كورس اجريجيت ممكن اقدر استخدمه فانا ما قدرتش ازود عن 0.7 كان ينفع اقلل بس ده انا مش عايز اقلل لغايه لما يختفي انا عايز استخدم اكتر كورس اجريجيت ممكن بوسيبل ليا ان انا اعمل اس سي سي تقدر تكون ناجحه فما قدرتش ازود عن 0.7 ممكن لو كان عندي زلط عادي مدور كنت ازيد ال 0.7 دي ال 0.9 لواحد تمام. فهي بتختلف على اختلاف الكاركترستكس بتاعه الاجريجيت هو كي فاكتور في صناعه الاس سي سي تمام. طيب خلاص بياخد الفي فانل
تايم بس كل الحكايه، تايم زي ما بنقول كده الخرسانه اللي جوه، ان هي كلها نزلت في الوعاء بتاعه كده تمام. ودي صور بتلاقيها اصلا على النت بشكل كبير، فيعني اي في فانل على اليوتيوب هتشوفوا صور ليه زي الصوره ديت متاخده عادي من الانترنت، بتلاقي ان هو بياخد تايم واحد ويقارنه ب 8 او من 9 ل 25، بيسمي في اف 1 في اف 2. في اف 1 اقل من 8 ثواني، في اف 2 من 9 ل 25. لو زاد عن 25 في حاجات بتزيد وفي حاجات بتبلوك اصلا وما ما بتعديش كده، معناه ان التيست ده ما عداش، في مشكله في الفيلنج ابيليتي. طب مشكله في الفيلنج ابيليتي معناه ايه؟ هي مشكله ان الخرسانه في الليميتد اوبننج او اكسس هي عندها مشكله ان تعدي اصلا. يعني لو عندي حديد كثيف كده مش ممكن، احتمال كبير يحصل ان الخرسانه دي ما تكونش عندها القدره ان هي تعدي، وبالتالي تعمل لي المشاكل كلها اللي انا كنت ايه مستخدم بس الاس اس سي عشان اتلاشاها، اللي احنا قلناها حديد كثيف مش هقدر ادخل واعمل فايبريشن، فانا مستخدم اس سي سي اصلا، اس سي اصلا ما حققتليش الجوب بتاعتها، وبالتالي فشلت الميكس اللي انا كنت عامل حسابي ان هي تحقق لي الشرط ده. تمام؟ طيب. التست التالت بيسموه البوكس تيست، وده بيقيس الباسنج ابيليتي بتاعه الخرسانه، قد ايه قدره الخرسانه ديت او الميكس ديت ان هي تقدر تعدي خلال حديد التسليح بتاعك. فانت عندك ال بوكس كل الحكايه، ال شيب زي ما انت شايف بتصب من اتجاه، والاتجاه ده بيكون فيه جيت، في هنا بوابه، البوابه دي مقفوله في البدايه، البوابه دي بيعقبها ايه؟ اسياخ، ثلاث اسياخ تسليح او سيخين تسليح على حسب الديفايس بتاعتك. تمام؟ فاللي بيحصل ايه؟ ان انت بتملاها واول ما يوصل الخرسانه للطب بتفتح الجيت ديت وتقيس الفلو بتاع الميكس بتاعتك، بتقيس ارتفاعين، ارتفاع بره وارتفاع جوه ال بوكس. فانت عندك ال بوكس بتاعك اهو ال شيب كده، ده في الاول الخرسانه بتكون ماليه لغايه التوب، فكل ده كان بيبقى خرسانه وفي جيت هنا، الجيت دي بعدها اسياخ. لو انت خدت سيكشن كده بتلاقي ان سيخ 2 3 مسافات بتاعتهم متساويه ما بينهم، او سيخين على حسب قلت لك الديفايس بتاعتك، بترفع الجيت ديت فبتبدا الخرسانه تتحرك في المسار ده. تمام؟ تقل الخرسانه وتزيد هنا. خلاص؟ يقيس الارتفاع ده ويسميه اتش 2، ويقيس الارتفاع ده يقيس ارتفاع الخرسانه هنا ويسموها اتش 2، وارتفاع الخرسانه هنا القبل واتش 1. الريشيو ما بينهم المفروض ما تقلش عن 0.8 عشان يبقى الخرسانه ديت ليها باسنج ابيليتي مقبوله. تمام؟ هيقيس الارتفاع ويقيس الارتفاع ويجيب الريشيو ما بينهم، وده بيقيس الباسنج ابيليتي. يبقى احنا قيسنا فلوبيليتي، قيسنا فيلنج ابيليتي، قيسنا الباسنج ابيليتي للمكونات للخرسانه بتاعتي او الخلطه بتاعتي. تيست تاني بيقيس بقى ايه؟ حاجه ميكس كده بين الفلوبيليتي والباسنج ابيليتي. فاكرين الاختبار بتاع الفلو الاسلام فلو العادي؟ ده اختبار بيسموه جي رينج. كل الحكايه هي نفس خطوات الاسلام فلو، بس جاب رينج ليها مرتكزه على اسياخ حديد او على بارز وحطها. المفروض الخرسانه تعمل ايه؟ تخرج من خلال ما بين الاسياخ ديت وتفرش. يبقى هو قاس حاجتين، قاس الفلوبيليتي وقاس الباسنج ابيليتي بتاعه الميكس بتاعتي ان هي تقدر تعدي من خلال الاسياخ. تمام؟ فجاب منها برضو دايمتر سماه نفس الطريقه بتاعه قياس الدايمتر دي جي، وجاب تي 500 بس جي. تمام؟ وجاب ارتفاع للخرسانه، ده الجي رينج اهو. الخرسانه بتبقى عامله كده،
مثلا جاب ارتفاع جوه وجاب ارتفاع بره وجاب الريشيو ما بينهم، يبقى القياسات اول حاجه دامتر للشكل ده للدايره ديت، جاب دي 1 ودي 2 وجاب افريج واداله جي كده بس عشان ايه يعبر عن التيست ده. تاني حاجه كان مشغل الستوب ووتش زي الاسلام فلو بالظبط، وقاس الفلوبيليتي بتاعته لما وصلت لقطر اسمه 500 وسماه تي 500، قاس اتش 1 و اتش 2 تمام، وقاس الريشيو ما بينهم. ناس بتاخدها افريج في التول ده، ناس بتاخدها هنا، وناس بتاخدها بعد البتاع على طول. نعم هو نفس الخطوات بس جبت الجي رينج ده وحطيته، ولما بترفع الخرسانه بتتخلله او الخرسانه بتعدي خلال البورز ديت، هو ده التيست. فالخرسانه بتاعته كده عملت ايه؟ ليها فلوبيليتي وليها قدره ان هي تعدي بين الاسياخ، البورز دي مثلت الاسياخ. فهيعمل ايه؟ هيقيس دايمترز ومعاه تي 50 اصلا بتاعته اللي هي ليها علاقه بالتيست ده، وهيقيس ايه؟ ارتفاع بره وارتفاع جوه. جوه محيط يعني جوه الدايره نفسها، جوه الرنج دي. بالظبط. اعملها جريه بس كده. بص ادي اول ارتفاع قاسه، هو ماشي السيخ ان هو حاجه تعمل له بس لاين، فقاس جوه وهيقيس بره برضو التست ده مثلا، قاس اهو في حته كده بعد على طول الايه ده الموست كومن، بس في ناس ممكن تقيسه لك في حتت مختلفه، بس الموست كومن اللي هو بعد قبل وبعد الاسياخ. ماشي ده الال بوكس تيست، بيملى الال لسياخ هنا ومعاه ستوب ووتش. في ناس بتقيس تايم بس الستاندرد الاوروبيه ما بتقيس تايم يعني، اوكي، بس بيرفع الجيت والخرسانه بتبدا بس ان هي تتحرك، فدي حركه بتعمل سيميليشن لحركه الخرسانه لما بتيجي تصبها بين الاسياخ قدرتها ان ازاي تعدي. لو انا مستخدم كورس اجريجيت كتير ايه اللي هيحصل؟ هيحصل بلوكج ورا السياخ دي فمش هتعدي الخرسانه اصلا وبالتالي تسقط. لو انا معايا خرسانه فلوبيليتي زيرو هتقف، لو انت تخيل انت تراديشنال كونكريت النورمال كونكريت اللي انت عاملها وكنت سابب الجزء ال ال ده، اسف، حطيت الخرسانه في الجزء ال ال ده اللي هو القائم ده ورفعت الجيت، هل الخرسانه هتعدي؟ مش هتعدي. تمام؟ ده الفي فانل بيملى عادي خالص، تمام. رجوعا تاني يبقى احنا خدنا الال بوكس ده اخر واحد بقى، او مش اخر واحد يعني بس في الفريش ستيت على الاقل، حاجه اسمه سيجريجيشن تيست. طب انت واحد قال لي بقى ايه ده، انا عامل خرز، ده انا كنت بخاف اصلا اعمل كومباكشن، كنت بخاف اعمل كومباكشن عالي او ان انا اعمل فلوبل كونكريت تمام قوي ان انا اوفر دوس الارينج ووتر ريديوسر او الووتر ريديوسر فيحصل سيجريجيشن. طب دي بقى خرسانه اصلا فلوبيليتي بتاعتها عاليه، ازاي ايزي السيجريجيشن بتاعها؟ فبيزي سيجريجيشن ان هو بيجيب خرسانه في باكت سيجريجيشن اللي هو انفصال حبيبي، يقيسه ازاي بقى؟ ان هو بيجيب الخرسانه دي ويحطها في باكت عنده تمام، ويسيبها لفتره، هتلاقي في الستاندرد حوالي 15 دقيقه تمام، ويسيبها مركون على جنب. فاللي هيحصل ايه؟ لو فيها سيجريجيشن الاجريجيت هينزل تحت والايه والمورتر هيحصل لها ايه؟ هتطلع لفوق، ولو انت عندك لايت ويت هتلاقي الاجريجيت هو اللي طلع فوق تمام. المهم ان هيحصل عدم اتزان وهيحصل شكل من اشكال الانفصال بين المكونات، بين المورتر وما بين الايه الاجريجيت بتاعك، ويجي يروح جايب ميزان
وحاطط عليه الباكت بتاعه، وفوق الباكت اللي هو عارف وزنه، هو عارف وزن الباكت ده، يحط المنخل وهو فاضي، عارف وزن السيستم بتاعه ده ايه، ويروح جايب وزن عياري معياري منه من اللي هو اللي كان حاططهم، ويروح حاططهم فوق المنخل ده. طب المنخل ده هو منخل ايه؟ اللي هو 4.75 اللي هو بيفصل، المنخل اللي بيفصل الكورس اجريجيت عن الفاين اجريجيت، خلاص. ويسيبه لتايم بارد ستاندرد، ويبدا يشيل المنخل بتاعه ويشوف قيمه الايه، القيمه اللي نزلت من الخرسانه ديت وعدت من المنخل ده تحت وزنها قد ايه، ويجيب برسنتج ما بين الوزن اللي حطه في البدايه كله اللي هو وزن الخرسانه دي. لو افترضت وزن الخرسانه دي كيلو، انا حطيت كيلو، هشيل المنخل واشوف قد ايه من الكيلو ده نزل، واجيب برسنتج واقارنها بايه، ب 20 و15%. يعني احطها لو هي اقل من 15% يبقى ديت كلاس، لو اقل من 20% يبقى دي كلاس تاني. اوكي طيب، انا عمال اعمل كلاسز ليه؟ عشان اعمل ايه في الاخر؟ اعرف الابلكيشنز المناسبه لكل خرسانه، تمام. يبقى ده تيست اسمه بيقيس السيجريجيشن ريزيستنس بتاعه الخلطه بتاعتي، تمام. طيب هنيجي دلوقتي، خلاص الخرسانه بتاعتي نشفت، طب هل انا كده ما اقدرش اقيس السيجريجيشن بتاعي؟ يعني افترضت ان انا اقيس السيجريجيشن بتاعي ليه وهي فريش، طب هل في اختبارات تانية انا ممكن اقيس وهي فريش برضو؟ اه، ده حاجه اسمه الكولوم سيجريجيشن او ستاتيك سيجريجيشن تيست. اللي فات دوت يعتبر برضو ستاتيك، بس دوت ممكن يكون ممثل اكتر للحقيقه. ان هو بيعمل ايه؟ عنده الديفايس بتاعته دي بيمليها ويسيبها، اوكي. فلو حصل سيجريجيشن ما حصلش سيجريجيشن، اعتبر ان ده اليمنت، اعتبر ان ده عمود مدور انت صبيته وسبته. وبيعمل ايه؟ بيفصل الجزء الاولاني ويروح جسله على المنخل بتاع اللي بيفصل الركام الكبير عن الركام الصغير، ويجيب وزن الركام ويحطه على جنب، ياخد الجزء الثاني يغسله ويجيب الركام ويحطه على جنب، ياخد الوزن الثالث الجزء الثالث ويغسله ويوزنه ويحطه على جنب. يبقى معاه ايه؟ وزن الركام في الجزء ده، وزن الركام في الجزء ده، وزن الركام في الجزء ده. هو المفروض من الديزاين بتاعه عارف وزن الركام الافريج. انا حاطط اصلا مثلا في الميكس ديت 5 كيلو في الفوليوم بتاعي كله، فالمفروض لو انا حاصل على حاجه يونيفورم خالص 5 كيلو يتوزعوا بالتساوي هنا، صح؟ طيب لو انا قلت للمتر المكعب انا حاطط 1000 كيلو، فانا اكني بقول ان انا الفوليوم التوتال 1000 كيلو للمتر المكعب. ده سوري، ده الوزن التوتال بتاع، يبقى معناه ان انا لو عندي 1 متر مكعب هيبقى فيه 1000 كيلو. طيب انا مش بقيس اوزان، والمفروض ان انا عارف الفوليوم ده كام، انا عارفه لانه هو اصلا انا اللي صبه، عينه انا صببها، تمام. فيبقى انا عارف الاكس دي، فلو ما لقيتش ان الاكس ديت الريشيو دي زي الريشيو التوتال، معناها ان بشكل او باخر التوزيع ما بقاش يونيفورم، تمام. وبالتالي انا لو رسمت رسم كده بياني ليه وخدت وقلت ده الهايت، ده الاتش اللي هو الطول كله بتاعه، تمام، ورحت عند السنتر لاين او السي جي بتاع كل شكل، سنتر لاين وليكن العمود اهو بتاعك، رحت للجزء الاول، ده الجزء الاولاني، رحت للنقطه اللي في النص دي ووقعت قيمه الويت بتاعي وليكن هنا، ورحت عند الهايت الثاني ووقعت قيمه الويت. المفروض الويت يبقى عامل ايه؟ لو يونيفورم هيطلع كده، وده الجزء الثالث بتاعي، ده الجزء الثاني، ده 1 2 3. لو هو يونيفورم المفروض الدبليو بتاعتي تبقى مستمره نفس القيمه ديت W1 2 3. كده معناه ان انا حصلت على ايه؟ على حاجه يونيفورم، نفس الوزن على الفوليوم بتاعه.
ويت بير فوليوم، وده الاتش. ليه؟ لان ممكن ديت تكون كبيره زي ما احنا شايفينها، وبتكلم انا بتكلم على وزن بالنسبه للفوليوم از ا برسنتج. لو هما متساويين كنت شلت الفوليوم خالص، لان ساعتها الفوليوم هيبقى واحد، بس هنا ممكن الفوليوم مختلف، الجزء الاوسط هو اكبر فوليوم، فساعتها الويت على الفوليوم المفروض يبقى ثابت. ده وانا حاجه ايديال. طيب لو حصل سيجريجيشن هيحصل ايه؟ هيبقى الشكل كده. دي ممكن تبقى اقل شويه من اليونفو عشان ما نتلخبطش. هنا نسبه قليله بتزيد شويه، بتزيد جدا فين؟ تحت. ليه؟ لان الاجريجيت كله استقر تحت. طب لو لايت ويت هيحصل ايه؟ لا، هيحصل نفس الشكل بالظبط، لان اللايت ويت وزنه اخف من المكونات الثانيه، وبالتالي برضو هتلاقي الجزء الاخير هو الجزء الاتقل، بس هتلاقي الاجريجيت كوزن، بس هتلاقي الاجريجيت زي ما قلته كده بعد ما غسلته التراكم بتاعه هنا اكتر، وبالتالي صح زي ما انت قلته كده هيبقى الشكل كده كوزن اجريجيت. هيحصل ايه؟ هيحصل العكس. تاني لو هي يونيفورم كل وزن اجريجيت، مش عشان ما تلخبطش، ده وزن الاجريجيت بعد ما غسلته، تمام؟ انا عايز اعرف توزيعه الاجريجيت شكلها ايه، فخدت كل جزء وغسلته. فلو هي نورمال، لو هي الكونكريت بتاعتي يونيفورم، الحاله الايديال ان الوزن هنا على الفوليوم زي الوزن هنا على الفوليوم زي الوزن هنا على الفوليوم، صح؟ طب لو حصل سيجريجيشن في النورمال كونكريت العاديه هيحصل ايه؟ هيترسب الاجريجيت كله، فوزن الاجريجيت في الجزء اللي تحت هيبقى كتير جدا، هيقل هيقل. طب لو لايت ويت، لايت ويت هيطفو، فيبقى اعلى وزن اجريجيت فوق هيقل هيقل، كل ما تنزل كل ما يقل في اللايت ويت، تمام؟ مفهومه العلاقه ديت؟ ايه ديت؟ دي عادي اللي هي لما حصل سيجريجيشن في النورمال ويت اجريجيت، الاجريجيت كله استقر تحت، فانت عمال تكسل اللي فوق لقيت شويه اجريجيت صغيرين، غسلت الجزء اللي في النص لقيت شويه اجريجيت اكتر شويه، تحت جيت تكسل لقيته معظمه اجريجيت اصلا، يبقى الوزن تحت كان اكبر، تمام؟ لا عادي، انت عندك العمود ده كله من غير اي ليرز في النص قافلاه، صح؟ يعني مفيش اي دي جيتس لما تيجي تفصل بتحطها، فهو كان حاجه مفتوحه كده، فانت بس صبيته وسبته التايم ستاندرد. بعد كده عملت ايه؟ دخلت الجيت ديت هنا خلاص، والجيت دي هنا، رحت فاصل الجزء الاول عشان ما تقعش الكونكريت منه يعني، رحت واخده وغسله على اربعه منخل، ايه، قسمته لثلاث اجزاء، خدته على المنخل وغسلته بس، وهكذا مع التاني وهكذا مع التالت. لو هم متساويين كنت هجيب ويتس بس، بس لان الاجزاء هنا مش متساويه فجبت برسنتج ويت على فوليوم. اوكي؟ نعم؟ انا غسلته تحت الحنفيه عادي، انا بس عشان افصله عن المورتر، فساعتها لو غسلته على المنخل ده كل الاسمنت والرمل وكل ده هينزل من المنخل ده، ما عدا الكورس اجريجيت هو اللي هيفضل، اللي هو كلاسيفايد از كورس اجريجيت. ماشي؟ ده حاجه اسمها دايناميك سيجريجيشن. اوكي؟ دايناميك سيجريجيشن ده هو حاجه بقى ستاتيك، دي يعني بسيبها لوحدها شويه. الدايناميك سيجريجيشن ده انا عايز اقيس السيجريجيشن بتاعتها نتيجه حركة وهي بتتحرك، فاعمل ايه؟ اروح جايب الاسلام، فاكرينه الاسلام الاولاني ده اللي انا عملته التيست الاولاني؟ كل الحكايه التيست الاولاني ده اروح ايه؟ بعد ما عملت التيست هقسم الرنج ديت لثلاث اقسام. هي الرنج كده، هي الخرسانه بالديامتر بتاعها كامل الديامتر. هعمل ايه؟ هاخد اول دايره، هي الدايره اللي كان اصلها الكون اللي هي ال 200، صح؟ واخد الدايره اللي انا كنت عامل لها ايه؟ معلمها اللي هي ال 500.
وديت هي الدايمتر الاخير ايا كان ايه هو. تمام؟ فهاخد الشويه دولت من بره بقى عشان تبقى اسهل، هاخد الطرف ده كله معايا واغسله على المنخل. تمام؟ واروح اعمل ايه؟ اقول ان دوت هرسم كده رسمه بيانيه من هنا وهنا وهنا. هاخد ده واعمل ايه؟ واغسله. واروح جايب ويت على فوليوم ليه. تمام؟ غسلته، جبت ويت للكورس اجريجيت على الفوليوم اللي انا كنت مجمعه. انا بجمعه وبعرف اقيس الايه؟ الحجم بتاعه، صح؟ اعرف اقيس الحجم بتاعه، ما انا جمعته في باكت، انا عارف ممكن لو حطيته في اي حاجه بتدريج اعرف اقيس الحجم بتاع الكونكريت ديت. تمام؟ واروح جاي بعد ما اغسله على المنخل اجيب الويت بتاع الكورس اجريجيت. وهو طلع القيمه دي. واخد الرنج الثانيه ديت اللي هي الحلقه الثانيه، عرفت لها الفوليوم بتاعها ورحت غسله. وجبت الاجريجيت بتاعه. ورحت موقع الويت على الفوليوم بتاعها. الرنج اللي في النص اللي هي كانت قعده الاسلام اللي هو القعده بتاعت الاسلام بنفسه. تمام؟ رحت جايب وزن ورحت بايه؟ 3 في 3 2 2 1 1. لو انت يونيفورم فانت المفروض تلاقي ايه؟ التوزيع كده، ومعناه ان الاجريجيت جوه زي بره اتوزع وهتحصل على يونيفورم كومبوزيت. ده تحت التسيق. الحقيقه اللي ايه؟ الحقيقه ان انت بتسيب الخرسانه تفلو. ماشي، فانا سبتها تفلو بس عايز اعرف بعد ما يعني خلصت حركتها ووقفت انا توزيعه الاجريجيت عندي والسجريجيشن شكله ايه. تمام؟ اتفضل. معلش على الميه عادي، ما انت بتاخدها على منخل 4 5 7 اللي هو المنخل اللي بيفصل الكورس اجريجيت عن فاين اجريجيت. انت لميتها كده بباكت مش تعرف تقيس حجمها؟ تعرف تقيس حجمها لو سلندر ارتفاعها والديامتر بتاعها تعرف تقيس حجمها، صح؟ تمام. بتاخدها وبتغسلها على المنخل، بتحط المنخل كده وتحط كونكريت وتسايب الميه عليها، فالميه بتاخد الايه؟ الرمل والاسمنت اللي هو المونه كلها مكوناتها وتنزل، ما عدا المنخل اللي بيبقى محجوز عليه ايه؟ هو الكورس اجريجيت بس. واجيب وزنه على حجم الحلقه دي اللي هي الخرسانه الاصليه. ايوه تمام. نعم معلش قلت زي الكورن تيست بالظبط، بس ده دايناميك. يعني انت سبت الخرسانه هي تاخد البارتكلز وتسافر، عايز تشوفها ازاي السلوك بتاعها بقى. انت كنت سايبه فاندر ستاتيك كونديشن هو بيسجريجيت. هنا بقى عايز تشوف طب الخرسانه لما جريت وخدت الاجريجيت خدته ازاي؟ يعني وزعته ازاي؟ كان قدرتها ازاي ان هي توزعه؟ تمام؟ طيب لو هو في سجريجيشن هيحصل ايه؟ هتلاقي ان هنا اعلى قيمه بيليها دي بيليها دي. تمام؟ هنا شويه اللايت ويت والكورس اجريت نورمال مش هتقدر تحددهم قوي. لان لو حصل سجريجيشن برضو هيحصل، ممكن يحصل نفس الشكل ان المورتر هتسيب الكورس اجريجيت وتمشي. فيظل الكورس اجريجيت برضو متراكم هنا وتحت الويت الاقل، فالدياجرام ده هيبقى ثابت سواء في لايت ويت كونكريت او نورمال ويت كونكريت. ماشي؟ مش منطقي ان هي تاخده وتمشي بيه وبس تسيبه على الاطراف، لا هو هيفضل عادي وهي هتبقى زي الميه هتسيبه وتمشي. تمام؟ فدي بيوريك ان ده كان يونيفورم، ده شكل التوزيع مختلف، يبقى حصل سيجريجيشن. كل ما دي ملهاش ليميتس، ديت حاجه كده ممكن الستاندرد بتاعت البروجكت تقول لك لو هو سبيسيفاي التيست ده ليك. دي تيستات سبيشال. التيستات الاولانيه لغايه لما كنت بعمل كلاسيفيكيشن كانت هي الستاندرد اللي هي الستاندرد الاوروبيه بتقولها. بعد كده كل دي تيستات بتقيس ممكن ما تكونش ستاندرايزد، ماشي؟ بس بتقيس البيهيفير في الفريش ستيت. وبالتالي هي ممكن انا سبيسيفاي ليميتس ليك اكسبتبل ومش وريجكتد ان انت تاكسبت ريجكتد بيزد على السبيكس بتاعت المشروع. تمام؟ طب من الكلاسز اللي احنا خدناها اخر حاجه سمبل بس مش موجوده في السلايد، ان انت بعد ما الخرسانه تنشف خالص هل تقدر تقيس لها السجريجيشن بتاعها؟ ده سؤال. تاني، خرسانه نشفت، يعني خرسانه اتصلدت سوري، وصلت للهاردن ستيت، كل دي كان في الفريش ستيت.
طب ازاي خرسانه في الهاردن ستيت اقدر اقيس لها السجريجيشن بتاعها؟ يعني ايه تشوف كثافتها قد ايه؟ اللي هو فين؟ ماشي صح، بس اللي هو فين؟ يعني ايه وزن حجم معين؟ ماشي، بص هي تمام، يعني اللي انت بتقوله صح. خلي بالنا، كنت عايز انبهك لحاجة. اللي بيحصل الكورس اجريت هو اللي بيحصل للفايبرز بالظبط. يعني انت لو عايز تشوف، لو انت استخدمت ستيل فايبرز وعايز تشوف مكوناتها في الديناميك سيجريجيشن هتكسل وتوزن الفايبرز، لو انت عايز تشوفها في الكولوم تيست هتكسل وتوزن الفايبرز. يبقى انت الحاجه اللي مهتم بيها اللي ما عدتش من منخل اللي هي الفاين اجريجيت، هي دي اللي تعرف تقيسها. تمام، بس في تيست بسيط قوي كده. اول حاجه، لو انت بتصب سلندر اصلا انت تقدر تعملها في السبلتنج تيست وتشوف حاجه فيجوالايزد الشكل بتاعها، صح؟ يعني انت لو انت بتعمل تيست السبلتنج بيعمل ايه؟ مش بيعمل انفلاق، اختبار انفلاق، فبيعمل ايه؟ بيقسمها نصين بالظبط. خد يا سيدي النص ده وبص على شكل الديستريبيوشن بتاع الاجريجيت. ده حكم كده بالعين المجرده. يا هتلاقي الكورس اجريجيت عامل كده ومتوزع والدنيا كويسه، يا هتلاقي ان هو في الحته دي كثيف جدا وباقي الخرسانه بالشكل ده. فتقدر تقول ان ده حصل هنا سيجريجيشن وهنا ما حصلش سيجريجيشن. صح؟ يبقى طريقه فيجواليز تقدر تشوفها بعينيك. تمام؟ طب الطريقه الثانيه ايه؟ لو انت بقى حاجه زي ما بتقول عايز دي اسهل واحد. تاني تجيب الاسطوانه تقسمها لثلاثه متساويين، معاك الفوليوم بتاع كل واحده، صح؟ عشان انت معاك الدايمتر بتاع السلندر ومعاك السلايز ديت، انت تعرف تقيسها عادي خالص وتوزنها. هتجيب ويت على فوليوم، ويت على فوليوم، ويت على فوليوم، وتقدر تحدد هي الكومبوزيت ده يونيفورم الدنستي بتاعته على طول الاليمنت بتاعك ولا مش يونيفورم، حصل سيجريجيشن. يبقى فهمنا اللي انت قلته، الفكره صح، بس انت انا كنت بقول لك معمليا تقيسها ازاي. اوكي، ان انت تجيب اليمنت زي الاسطوانه كده ان انت صببها وتقسمها ثلاث ايه؟ ثلاثه سلايسز او اربعه براحتك. تمام؟ وتقيس وتجيب ويت على الفوليوم، وفي نفس القصه بالظبط هي نفس الرسم البياني. اوكي، عشان ممكن اديكوا سؤال عليها. نفس الرسم البياني اللي انت بترسمه عند كل واحده وترسم وتعرف تكومنت على دي حصل سيجريجيشن ولا ما حصلش سيجريجيشن. هي هنا في يونيفورم ديستريبيوشن، ما فيش يونيفورم ديستريبيوشن. ايه؟ هي نفس القصه بالظبط، بتوزن ومعاك فوليوم بتحط بار بس بسكيل كده بس يوضح لك الشكل وتحط القيمه عليه. ويت على فوليوم ده بيساوي كذا، وده ويت على فوليوم بيساوي كذا، وده ويت على فوليوم بيساوي كذا. الكونكلوجن بتاعي او الكومنت بتاعي ان حصل سيجريجيشن، لا عندي يونيفورم ديستريبيوشن. دي بالعين بتعمل اختبار سبلاتنج او بتقسمها في منشار مثلا، يعني تدخلها في منشار عادي وتقسمها نصين وتشوفهم بعينيك كده. لو انت كان ده مش موجود فهتلاقي ان في يونيفورم ديستريبيوشن للاجريجيت اكروس الونج الهايد ده، انما لو في سيجريجيشن فهتلاقي الشكل ده. هنا اللايت ويت هتلاقيه هنا، فدي هتبقى اخف وزن ودي تقيله. تمام؟ في النورمال ويت هتلاقي برضو دي تقيله ودي اخف وزن، يعني الدياجرام هيبقى ثابت في الاثنين. لانك هنا مش بتقيس كونتنت بتاع اجريجيت، انت بتقيس كلها الاليمنت نفسه كله. انت هنا ما بتغسلش، يعني انت ما خدتش الجزء وغسلته، انت دي تصلدت خلاص. فلو في حاله النورمال اجريجيت كونكريت هيترسب كله هنا، صح؟ فيتقل الجزء ده. لو في حاله اللايت ويت هيبقى هنا فيخفف الجزء ده ويتقل الجزء ده، الجزء ده يبقى تقيل لان المورتر هي اللي هتبقى تحت اللي هي كثافتها اعلى. تمام؟ طيب انا كنت بكلاسيفاي ليه بقى في الحاجات الستاندرد عشان ادخل على التشورت ده. تمام؟ واقيس من التشورت ده شويه حاجات بقى. انا كان عندي اس اف 1 و 2 و 3 وفي اس وفي اف، في اس دي اللي كنت بقيسها من السلام، والفي اف اللي كنت بقيسها من الفي فاينل. بروح كده واروح كده واعرف الابلكيشن المناسبه ليها. ده دايجرام بسيط اللي هي المواصفات الاوروبيه حطاه عشان تعرف الخرسانه بتاعتك دي هتنفع ليه. هل لو انا عايز اصب رامب
يبقى انا بتكلم في اس اف 1 او اس اف 2، اوكي الاثنين معايا، بس اس اف 1 ده هو الاكتر، وفي اس 2 في اف 2. ارجع للفي اس واشوف هي كانت اكتر من 2 ثانيه ولا اقل من 2 ثانيه. دي الفي اس 2 اللي هي اكتر من 2 ثانيه، يبقى لازم تجيب لي اكتر من 2 ثانيه. في اف 2 اللي هي كان ما بين 9 و 25، تمام؟ فيبقى هي دي لو دخلت هنا ودخلت هنا هي صالحه للرامب ده. لو انا عندي ابلكيشنز وولز وبايلز يبقى انا المفروض ان اكون في الرينج ده اديفلوب الميكس بتاعتي ان اتحقق الليمتس بتاع القصه دي كلها. واضحه الحكايه دي؟ عشان كده انا كنت بعمل كلاسيفيكيشن من الاول عشان الكلاس ده اعرف هدخل اعرف اعمل ايه بيه. تمام؟ في اي سؤال هنا؟ مش هديكم المحاضره. نعم نعم. الرامب، الرامب اللي هو بتصب، اللي هو مثلا لو انت عندك تعرف الرامب اللي بينزل عليه العربيات او بيطلع من العربيات، اي حاجه كده منحدر. تمام. فممكن يكون مثلا تسليحه مثلا بشكل معين غير ان يكون اليمنت زي الوولز والبايلز فيها تسليح كثيف مثلا، او مثلا تكون الفلورز والسلاب، يعني هي بتعتمد على التسليح والدايمنشن بتاع الاليمنت بتاعك. ليه؟ طول اند سلندر اليمنت. سلندر اليمنت اللي هي طويله والقطاعات بتاعتها بتكون رفيعه بالنسبه لها. فسلندر اليمنت والطول اليمنتس دي بيبقى انا اس اف 3، وهنا بقى اشوف انا في انهي حته هنا. تمام؟ طيب هنا بقى تلخيص كده اسف للفاكتورز اللي بتاثر. كورس اجريجيت سايز بيعمل ايه في الفلوبيليتي؟ بيزودها ولا يقللها؟ بيزود الفلوبيليتي. كورس اجريجيت سايز كل ما يكبر كل ما تحتاج مورتر تغطيه اقل، وبالتالي مورتر فري اكتر فتديك فلوبيليتي اعلى. تمام. باسنجابيليتي وسجريجيشن مشكلته ايه؟ ان بيزودهم، لان كورس اجريجيت كبيره يبقى هتبلوك اسرع. اثنين كورس اجريجيت ممكن يبلوكوا الفتحات وبالتالي ما تعديش. تمام. سجريجيشن كل ما بيزيد السجريجيشن. تمام. عشان كل ما البارتكل تبقى كبيره بتكون هي كلها اتقل، فان هي تكاري في المورتر بتبقى اصعب، وبالتالي يحصل سيجريجيشن اصلا. كورس اجريجيت كونتنت كل ما بزوده كل ما الفلوبيليتي بتحصل ايه؟ كل ما يزيد الكونتنت كل ما الفلوبيليتي تقل، كل ما الباسنج ابيليتي والحاجات دي يحصل لها ايه؟ تقل. كورس اجريجيت شيب راوندد الراوندد والانجلر. راوندد يعني فريش بروبرتيز كلها تبقى احسن زي الخرسانه العاديه، انجلر كل فريش بروبرتيز تبقى اقل. الاسمنت كل ما بيزيد كل ما بيحصل ايه؟ فريش بروبرتيز، انا بزود المورتر يبقى يحسن لي الفريش بروبرتيز بتاعتي. تمام؟ كل ما السبلمنتري سيمنتيشس ماتيريال تزيد كل ما الفريش بروبرتيز تتغير باختلاف ايه؟ فلاي اش، فلاي اش وسلاج يزودوا الفلوبيليتي ويزودوا الباسنج ابيليتي، بس السجريجيشن ريزيستنس بتزيد برضه. تمام. كل ما الميتا كاولين والسيلكا فيوم فلوبيليتي تقل كل ما هم يزيدوا، عشان واحد اصله كلي والتاني اصله مساحته السطحيه كبيره جدا، فالفلوبيليتي تقل، بس يزود الايه؟ الباسنج ابيليتي والسجريجيشن، عشان هو بيعمل ايه؟ بيحسن الفيسكوسيتي بتاعت المورتر بتاعتك، فبيحصل ايه؟ بتعمل بارتكل سسبنشنز احسن، وبالتالي سجريجيشن تقل. باسنج ابيليتي تبقى احسن عشان الفيسكوسيتي كل ما تزيد يقدر ياخد البارتكلز ويمشي بيها، ما يسيبش البارتكلز وهو يمشي لوحده. هي مشكله كده الفلوبيليتي قوي زي الميه، هتسيب البارتكلز وتمشي، ده الاكستريم الباوندريز بتاعتها زي الميه، فيري فلوبل زي الميه، هتسيب الكورس اجريت وتمشي. تسيبه بقى ايه؟ تسيبه في الاسلام فلو وهي تفلو لوحدها، او تسيبه ورا البارز وهي تفلو لوحدها، وساعتها مش هتعمل اي باسنج ابيليتي للخلطه بتاعتك، او الخلطه بتاعتك هتبقى زيرو باسنج ابيليتي. تمام؟ وما بين ان هي تكون فيسكس ميديوم او بالانسد، فتحقق لك كل الشروط حلوه جدا. وما بين ان هي فيري فيسكس او يعني هايلي فيسكس، فتعمل لك مشاكل. يعني الهايلي فيسكس دي بتعمل مشاكل كتير، لاني فلوبيليتي قليله جدا.
فمش هتفلو اصلا، فهي مش هتتحرك، فهي مش هتشيل، حتى لو شايله كورس اجريجيت كديستريبيوشن كويس، بس هي مش عارفه من كتر الفيسكوستي بتاعتها ان هي تاخده وتسافر بيه تتحرك بيه. تمام. لنفس الووتر سيمنت ريشيو، تمام، كل ما بقللها كل ما بتقل الفريش بروبرتيز، بس بقدر استخدم هاي رينج ووتر ريديوسر يعمل الايه اللي هو يحل محل الميه، يقدر يخليك تستخدم ووتر سيمنت ريشيو قليله، تمام، بس يديك بالانسد او يديك الفريش بروبرتيز اللي انت عايزها. يعني السهم دوت لو نمسحه ممكن، بس هو يكون ميس ليدنج شويه، ان هو كل حكايه، بس انا بقول كل ما الووتر سيمنت ريشيو تقل كل ما يحصل ايه الفريش بروبرتيز تقل، هحتاج ان انا ازود ايه هاي رينج ووتر ريديوسر عشان اعمل كومبنسيشن للنيجاتيف افكت بتاع الووتر سيمنت ريشيو او الووتر بايندر ريشيو اللي هي القليله. فاهمين بس الحكايه ديت؟ يعني اكتبها ديت، هي المقصود بيها ان كل ما الووتر بايندر ريشيو تقل كل ما الفريش بروبرتيز تقل، دي احنا متفقين عليها. بس كده الهاي رينج ووتر ريديوسر في المكون هيحصل له ايه؟ هيزيد. تمام؟ عشان يعمل كومبنسيشن للنيجاتيف افكت بتاع الووتر بايندر ريشيو القليله ويحقق لك الفريش بروبرتيز اللي انت عايزها. الحاجات المهمة قوي اللي انت لازم تعرفها وخارج من المحاضرة عارفها، ان هو in certain application SCC ديت مهمة جدا في الاريا اللي هي hard to reach، ان هي صعب ان انا اوصل لها، زي ما احنا شفنا تحت كده في ال في ال في, التح في الحديد الكثيف ان هي صعب ان انا اوصل لها. تمام. والحاجات اللي هي فيها heavy reinforcement، اي حاجة حتى لو سهل ان انا اوصل لها، بس يكون ان فيها heavy reinforcement، يعني لو سلاب انا اقدر اوصل لها، غير العمود اللي هو كان بتاع اللي هو بتاع اسف بتاع الكوبري اللي انت شفته فيه هيفي رينفورسمنت وفي نفس الوقت هارد تو ريتش تحت. تمام. انما السلاب ممكن تكون هيفي رينفورسمنت بس انا سهل ان انا اوصل لها، ايه ما هي اكسسبل بس هي ايه فيها هيفي رينفورسمنت. تاني حاجه الثين دايمنشنز اللي برضو ليها ليميتد اكسسبيليتي ليه. الجايد لاينز اللي هي الاوروبيه ديت، انا برضو هديكم على المحاضره، هي الجايد لاينز الاوروبيه دي هي اللي هتلاقي فيها السبيكس بتاع كل الاختبارات ديت والليمتس بتاعتها والتشارت او التيبل اللي انا حطيته في الاخر. شفنا الميكسر كومبوزيشنز بتاعتي سواء البايندر ريشيو او الكورس تو فاين اجريجيت او سبلمنتري سيمنتيشس ماتيريال اللي احنا شرحناها في البدايه، او الاجريجيت كاركترستكس ازاي بتاثر على البيهيفير في الاس سي سي ديت. تمام. نقف عند كده للمحاضره ديت، تمام، ونكون بكده خلصنا اول واحده في السبيشال تايبس اوف كونكريت اللي هي سيلف كومباكتنج او كونسوليديتنج كونكريت او خرسانه ذاتيه الدمج. شكرا.